بسم الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رب الجنة والنار. الآن نقارب بعض آيات في آخر سورة الأنبياء عليهم السلام. السورة دي الأنبياء عليهم السلام مكية النزول، 3 نزول سورة إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، وأب أكثر عدد من الأنبياء عليهم السلام. واعتنت السورة بعدة مواضيع من المهمات التي أنيطت بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام، فبلغوها على خير وجه، لكن تكررت ردات الفعل الإجرامية المنكرة لهذه المهمات النبيلة. فكان من الله بعد من نزاع، كان من الله أن يقضي على معظمهم، وربما بالتمام والكمال من الأول وآخره، يقضي دابل الظالمين. نعود إن شاء الله تعالى.